الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. النهارده اتصدمت صدمه كبيره جدا بهزيمه المنتخب الاولمبي الجزائري من الكونغو باربع اهداف لهدف. مش الجزائر ابدا اللي تتغلب باربع اهداف، نتيجه كبيره بصراحه. الاهداف كمان لما شفت الملخص اتصدمت اكتر، لان واضح ان في اخطاء كبيره. ما هو لازم بعد الفضيحه لازم هتدور على في بلاوي بصراحه. الهدف الاولاني تخيلوا في الدقيقه 3، يعني انت رايح تلعب خارج ملعبك في الكونغو، خارج ملعبك ومفروض تامن رقم واحد، تامن لو تعادلت يبقى مش ما فيش مشكله، على في ماتش على ملعبك. في الدقيقه 3 يدخل فيك هدف مضحك قوي، الكره بتتلعب بالعرض، اللي بيرفع الكره مفيش حد بيقول انت بتعمل ايه، والمهاجم بيرجع خطوتين لورا ويتمطع في الكوره ويضربها بالروسيه عشان تخش، كره سقط كده في الجون بهدف غريب قوي الهدف الاولاني. وللاسف الهدف الثاني في الدقيقه 18، يعني تقريبا في ال 20 دقيقه الاولانيه هدفين، الدقيقه 18 الهدف الثاني شارع من ناحيه الباك الشمال للجزائر، ناحيه الباك الشمال بتاع الجزائر، الراجل واخد الكوره جاي من اخر الدنيا راح دخل بيها الجون 2-0. الدقيقه 20 الهدف الثالث، يعني بعد دقيقه من الهدف ده الهدف الثالث، يعني لعيبه اللي عندهم شخصيه، لعيبه ما خدوش اي حاجه في كره القدم، الهدف الثالث بعد دقيقه، الهدف الثالث الدفاع، مدافع من ناحيه اليمين بيعملها كره عرضيه علينا، يعني المدافع بيعملها على المدافعين، بيشط على المدافعين، راحت للمهاجم داس عليها وجاب الهدف الثالث. المفروض بقى الهدف الرابع يجي بعديها في الشوط الاولاني. الهدف الرابع الكره داخله الجون، مدافع جزائري شالها من الجون، يعني كان هيبقى 4-0 في اول نص ساعه، بس ربنا ستر، فضلت 3-0. بس الدقيقه 43 في الشوط الاولاني الحارس طلع انفراد، حارس الجزائر طلع انفراد من ثلاث لعيبه بيهاجموا عليه، طلعها انفراد منهم ما تعرفش ازاي، ده كان الهدف الخامس. الدقيقة 47 آخر لحظات الشوط الأولاني المفروض الهدف السادس، شوف المصيبة بقى، الهدف السادس واحد برضه جاي من بيتهم بيجري بالكورة، المدافعين بيقولوا له اتفضل، وصل لغاية السكس ياردة برضه الحارس أنقذها. يعني الشوط الأولاني المفروض يخلص 6-0 مش يخلص 3-0، ربنا ستر وخلص 3-0. الدقيقة 69 الهدف الرابع، متهيألي المدافع الجزائر هو اللي جابها في نفسه. الدقيقة 86 هدف الجزائر، ممكن يكون ده هدف الإنقاذ، يعني الهدف ده وانت مغلوب 4-0 تجيب هدف، ممكن في بلدك تقدر تعوض، في الجزائر تقدر تعوض، لكن أنا شايف إن دي مهزلة. يا جماعة أنا عايز أقول كلمة أخيرة عشان تبقى بترن في ودننا كلنا، الأكاديميات في الجزائر أو في مصر أو في أي أماكن، مش إن أعلم اللاعب زي بص الكورة، أنا ممكن أعلمه في البيت، الأكاديميات مش أعلم الولد إزاي بص الكورة وأعمله تقسيمات وأديله تشيرتات وأخد منه فلوس، مش دي الأكاديميات. الأكاديميات تبني بطل، تبني شخصية بطل. شوف إسماعيل بن ناصر كلنا بنحبه، الأجانب بتحبه، في ميلان بيحبوه، في أي حتة بتحبه، أنا بحبه جدا إسماعيل بن ناصر، ودايما أقول الجزائر لو فيها شخصية ثلاث لعيبة زي شخصية إسماعيل بن ناصر كانوا مش راحوا كأس عالم، كانوا نفسوا على كأس العالم. لكن في ناس يقول لك أصل إحنا عندنا أكاديميات في الجزائر حلوة أوي يا كابتن. لو الأكاديميات عندكم حلوة أوي ما كناش شفنا محرز لغاية دلوقتي. ده محرز بقاله أكتر من 10 سنين مشتري ناحية اليمين بليلي. هيفضل يلعب لغايه ما بعد 35 سنه و36 وهيلعب وعنده 40 في الحته دي. اسلام سليماني بيلعب لغايه دلوقتي وعنده 75 سنه. بغداد بو نجاح بنقول يا رب يرجعه جبل مرادي وعنده 60 سنه. قديوره فضل يلعب في المكان الديفندر وعنده 95 سنه. كل ده اسال نفسك، مفيش بديل، مفيش واحد طالع من تحت كويس. انا في كره القدم انا مدرب اصلي. ممكن اكون مختلف عن المدربين كتير، انا ما بحبش اعلم الولد كتير، انا ابني شخصيه. انا لما اكون في الملعب اروح البس تيشيرت الجزائر
واحيي علم الجزائر ويخش فيا ثلاث جوان ولا اربع ومش عارف تلت ساعه ولا نص ساعه، ده لعيب كره ايه ده ومدرب ايه ده؟ الناس دي لازم تتعاقب وتتحاسب. انا زعلان ليه؟ لان ده مستقبل الكوره، ده الفريق اللي قبل على طول الفريق الاول. صدعتكم معايا، شكرا.